أمام الأهلي خسر، جاء أمام الحزم فاز، يصير إعلان تتويج أو إعلان بطولة الاحتفالات الهلال بالدوري راح تكون أمام النصر لو فاز عليه في الأول بارك. طبعا النصر ما يبي الموقف هذا، لا يريد هذا الموقف نهائيا، مش كإدارة، أنت جمهور، فالأخير أنت تجي تحتفل عندي، أصير أنا البوابة اللي تمر منها بطولة الدوري.